السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إن شاء الله يا شباب مع أول السنة هيبقى معانا مسابقة كبيرة، المطلوب من حضراتكم التعليق برقم محفظة البير و لايك وتعليق للفيديو، والتعليق يكون بمحفظة البير يا شباب. واللي جديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يبقى عندكم كل جديد بيوصل لكم بالإشعارات يا شباب. معانا النهاردة يا شباب موقع تعدين على حوالي 40 عملة رقمية، موقع ممتاز جدا، موقع تعدين سحابي يا شباب يعني مجاني، وبيديك 50 جيجا هاش هدية عند التسجيل. هنخش على الموقع، تسجيل في الموقع من الخانة اللي قدامنا ديت، بندوس كلمة تسجيل بيظهر معانا الشكل دوت، تمام. بعد كده بنحط هنا اليوزر نيم او الاسم، يعني اللي مش عارف يعني يوزر نيم يحط الاسم بالنسبه للناس الجديده معانا، وبعد كده الايميل والباسورد وقاعه الباسورد، ونحل الكباتشة يا شباب ونعلم على الشروط ونعمل ساين اب كده، احنا بقى لينا حساب في الموقع. للدخول يا شباب من هنا او من هنا لودينج، بعد كده بنحط اليوزر نيم والباسورد، بعد كده بنعمل تسجيل دخول ساين اون. زي ما انتم شايفين كده اول ما بنخش بنلاقي في حسابنا 50 جيجا هاش الموقع بيديها لنا. لو ترجمنا كده باللغة العربية السعر والمبلغ، زي ما انتم شايفين كده الموقع مليان عملات رقمية كتير جدا، عندك عملة البيتكوين والليتكوين. كل اللي عليك هتدوس تعدين هيبدأ الموقع يشتغل معاك. هنا بيقول لك الكمية والسعر وكل حاجة. أنا بعدل على عملة الدوك كوين، أنا مسجل في الموقع امبارح بالليل زي ما أنتم شايفين، عندي 8 دوك كوين، حد الأدنى 300 من عملة الدوك كوين يا شباب. والموقع كمان فيه بونص يومي أو كل ساعة متهيألي هنشوفه. عندك هنا العملة دي موجودة على البير برضو، دولارز أو فري دولارز، تمام. عندك عملة العملة بتاعت المنصة باينس، وعملة يو اس بي الدولار، يو اس بي باينس، وعندك عملة تيران اي ار تيس اي ار اكس، وعندك عملات كتير جدا يا شباب. عندك الداش وفي كمان الدولار، بس الدولار من الحد الادنى من 10 دولار. كل دي عملات رقمية يا شباب في الموقع زي ما انتم شايفين، عملات كتيرة جدا. انت كل اللي عليك هتختار الكلمه دي بس كده، هتدوس عليها تعدين يبدا الموقع يعدل معاك. بعد كده عندك كلمه علاوه هنا، ايه بتخش هنا، دي كل يوم تحصل عليها يوميا. انا طبعا كنت عملت المطالبه قبل ما اعدل، لازم تعدل على العمله الاول بعد كده بتعمل مطالبه عشان يحسب لك العمله اللي انت هتاخدها، بيديك بونص عليها، تمام. هنيجي بقى على الصفحه الاولانيه الايداع، لو انت حابب تعمل ايداع في الموقع بتيجي من هنا، تختار العملة اللي انت هتعمل بيها ايداع، تمام. هنيجي كده نترجم باللغة العربية، ده عنوان الايداع. انت لو دوست هنا هيبعت لك العنوان اللي انت هتعمل عليه ايداع، هتعمل ليه ايداع، تمام. بعد كده عندك السحب من هنا من تاني خانة. اه يا شباب هنا هيقول لك كل سعر عملة والسعر بتاعها، يعني عندك هنا البيتكوين لحد الادنى 100,000، الليتكوين من 3 مليون، تمام. عندك عملة الدوك كوين اقل حاجة 300 دوك كوين، العملة ديت من 10، دي المعدل الواحد من العملة دي بيعادل 1 دولار، تمام. عندك بقى كل العملات اهي زي ما انتم شايفين، وفي الداش والبيتكوين والاثيريوم والدولار اهو يا شباب، الدولار من 10 دولار. بعد كده عندك حاجة اسمها اكستشينج، لو انت عايز تبدل من عملة لعملة بتيجي من هنا، تختار هنا العملة، يعني مثلا بعدل على الدوكوين مثلا، وهنا بتختار العملة اللي انت عايز تبدل عليها. اهو نترجم كده، اه ده هنا لو عايز تبدل العملة بالجيجا هاش يا شباب، بتحط العملة اللي عندك، وهنا بتحط المبلغ
بتضيف المبلغ بيقول لك هتاخد قد ايه جيجا هاش وتعمل تبديل للعملة اللي انت عايز تبدل عليها. تمام، يعني انت لو عملت ايداع في الموقع هيظهر هنا بالعملة اللي انت اودعت بيها. تمام، هتيجي هنا تحط تحدد العملة، هنا هيظهر لك تختار الجيجا هاش. بعد كده هيجي هنا يقول لك حط الكمية اللي عندك، هتحط له الكمية، هيظهر لك هنا كمية الجيجا هاش اللي عندك. بعد كده تعمل تبديل، خلاص كده انت ايه اتحولت لك العملة الجيجا هاش. بعد كده المكافأة وقلنا عليها. بعد كده عندك المشرف، مشرف الحساب او شراء، مش عارف ايه الحساب، نترجم الشركاء يا شباب اللي هو الاحالات. هنا رابط الاحاله بتاعك، رابط الاحاله اهو يا شباب. وعندك هنا بنار اهو لو انت عايز تاخد بنار ده يظهر عندك في مدونه او موقع برابط الاحاله بتاعك. بعد كده يا شباب الملف الشخصي، هنا متحدث الملحوظات، التاريخ، هنا هتلاقي السحب في التاريخ او السحب في الايداع والكلام دوت. هنا الملف الشخصي لو انت عايز تغير في الاسم او في الايميل بتاعك. طبعا السحب انت كل اللي عليك بتخش على السحب وايه وبتحط الـ هنا الكميه، وهنا بتحط رقم المحفظه بتاعتك وبتعمل ويزدروم. تمام يا شباب، احنا كده عرفنا السحب والايداع وكل حاجه على الموقع. وهنا زي ما قلنا لكم هنا الكميه اللي بتحطها، يعني مثلا 100,000 بيقول لك هنا ارباحك هتبقى قد ايه والكلام دوت. زي هنا كلمه الدوك كوين، هنا بيقول لك ايه الربح بتاعك، هنترجم رصيد الحساب او كميه اليوم بتكسب 14 دوك كوين، في الشهر 444 دوك كوين يا شباب. بس الموقع انا لسه يعني بجربه، انا لسه ما اعرفش اذا كان صادق ولا لا، يعني هيدفع معانا ولا لا. ان شاء الله يدفع، ان شاء الله الكل يستفاد منه. هنا بقى بيقول لك الملف الشخصي، محفظتي، هنخش كده على كلمه محفظتي. ده هنا لو هتعمل ايداع، لو هتعمل ايداع في كلمه محفظتي. بعد كده ايه الخروج يا شباب. بس يا شباب كده يكون انتهينا من الشرح. ما تنسوش يا شباب المسابقة، تعليق برقم المحفظة. الفيديوهات اللي بدأت من امبارح او من اول امبارح هيبقى ممكن تبقى اي حد يكسب منها لحد ان شاء الله اول يوم في رأس السنة الجديدة، في اول السنة يا شباب. وبكده اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.